بالنسبة للتوقعات والمداخيل والعائدات يجب أن نقوم بذلك على أحسن وجه، لأن العالم يتحرك ويتغير وسيتغير من هنا إلى 2030 بطبيعة الحال، فالعالم يتحرك في التوجه الصحيح والإيجابي بالنسبة للمنطقة. يجب التذكير أن هذا الحوض الذي نتحدث عنه هو حوض له أكثر من 10 قرون من التاريخ المشترك، واليوم الوضعية الاقتصادية فهي رائعة بين الدول الثلاث، فهناك تبادلات تجارية مثالية وقياسية على كل المستويات، فحضور المقاولات والشركات هنا وهناك في الدول الثلاث، وإذا هناك المستوى الإنساني والواقعي، وأيضا ما يتعلق بالبنى التحتية والتنوع الثقافي والفرص الرائعة التي ستمكن هذه البطولة من ترك أو أن تسفر عن ميراث مهم وعن آثار اقتصادية ومهمة.